بالتأكيد هذه المعركة معركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 من يناير من عام 1952 تذكرنا بمدى التلاحم الذي تم بين الشعب والشرطة، وهو ما أدى بالقائد الإنجليزي في هذه الفترة أن يقدم التحية العسكرية لقوات الشرطة والتي تمت محاصرتها في مدينة الإسماعيلية لكي نقدم أروع الأمثلة على مدى هذا التلاحم الذي يتم دائما بين رجال الشرطة والشعب المصري. نتحدث مع الأستاذ عماد الدين حسين الصحفي الكبير. أهلا بحضرتك أستاذ عماد. دي تحديدا أستاذ عماد الدين حسين، وهو التلاحم الذي يتم بين الشعب المصري وبين قوات الشرطة وطبعا القوات المسلحة، هذا التلاحم كيف تصفه؟ هو ركيزة الاستقرار. لا يوجد تصور أو لا يمكن تصور وجود مجتمع بدون استقرار. لو ما فيش استقرار هيبقى في غابة، حياة من الغابة والفتوانة والبلطجة. والقوات المسلحة والشرطة هم دايما بيقول لك الهيئتين النظاميتين الوحيدتين اللي هم بيحتكروا العنف الشرعي، هو اللي بيطبق القانون، هو اللي بيقدر يخلي لما انا وحضرتك والناس كلها بننام بالليل نايمين واحنا مطمئنين ان في حد بيحرسنا، حد بيحرسنا في الشارع وحد بيحرسنا على الحدود. فبدون وجود، تخيلي ان انت قاعده في بيتك ومش امن على بيتك، ان ممكن اي حد ممكن يقتحم البيت او ممكن يقتحم البلد. فبالتالي دي نقطه في غايه الاهم. بدون شرطة، انا بتكلم هنا في العموم، بدون شرطه وبدون جيش لا يمكن تصور وجود حياة طبيعية. النقطة الثانية فيما يتعلق بمصر والنموذج اللي هو كان موجود في الإسماعيلية 25 يناير 1952 كان برهان حقيقي على حقيقة موجودة، وهي أنه الشرطة المصرية جزء أصيل من الشعب المصري، هي جزء من نسيج مصر. عندها ميزة عظيمة جدا، هي بلد طبعا أقدم بلد في التاريخ، هي البلد الأكبر بلد مركزي، الدولة المركزية الأولى اللي نشأت على ضفاف النيل من أكثر من 5000 وناس بيقولوا 7000 سنة. بس كمان هي الدولة اللي الجيش والشرطة فيها مش طائفة أخرى، هم ناس موجودين وسطينا، أولادنا إخواتنا أبنائنا قرايبنا أهالينا، كله يعني جزء من نسيج هذا الوطن. وبالتالي طول الوقت جزء من تماسك مصر أنه خلافة لغالبية دول المنطقة، هي يعني النسيج واحد، ما تقدريش تفرقي بين مسلم ومسيحي، بين مدني وعسكري، بين داع مذهب ومذهب، كله يعني في نسيج واحد. وبالتالي يعني مش غريب لما بيقولوا البلد دي محفوظة بقدرة ربنا طول الوقت. واحنا بنتكلم انه مصر دايما هي بلد الامن والامان، والسبب الرئيسي طبعا هو القوات المسلحة وقوات الشرطة، رجال الشرطة، البواسل والتضحيات اللي دايما بيقدموها من اجل هذا الوطن والحفاظ على ارض وتراب هذا الوطن وامننا واستقرارنا كمصريين. حضرتك شايف ازاي هذا الامن الذي ننعم به بيعتبر نموذج يحتذى به امام العالم كله اللي بتموج في مختلف دوله بالكثير من الصراعات وبالكثير من العمليات الارهابية اللي احنا حتى بنتابعها في مختلف دوله، ومع ذلك مصر بتنعم بالأمن والاستقرار، أصبحت نموذج يحتذى به في نجاحها في مكافحة الإرهاب؟ عشان أجاوب على السؤال ده إجابة صحيحة، لازم نشوف المشهد كله اللي كان من أواخر 2010 والحد 2014 و15. ما الذي حدث في هذه المنطقة بأكملها؟ مش في مصر بس، المنطقة كلها اتقلبت رأسا على عقب، يعني اتلخبطت بطريقة مهندسة ومخططة. كان في بعض المطالب الشعبية النبيلة لكن للأسف الشديد تم يعني استغلالها من قبل قوى وأجهزة ودول أخرى، والنتيجة للأسف الشديد أن هذه المنطقة العربية تكاد تكون مفككة، حروب في غالبية الدول، صراعات طائفية، صراعات مذهبية، عدم استقرار. حتى الدول التي لم تسلم من التفكك تعاني معاناة اقتصادية رهيبة. الدولة الوحيدة الحمد لله اللي هي قدرت تفوق بسرعة وتاخد بالها وتحافظ على استقرارها هي مصر. طبعا ده جزء أساسي بفضل المجتمع كله، المجتمع المصري، الجيش والشرطة والناس والبشر، الوعي المخزون الحضاري الكبير جدا اللي موجود عند الناس. وبالتالي نحن احنا الناس دلوقتي بتختلف، بتقول ان هي السلعة غالية ولا مش غالية، في حتت ما فيهاش السلعة نفسها، الناس بتختلف حوالين ان انا اقدر اروح المكان اللي جنبي ولا لا لان في ميليشيا. لكن احنا هنا بنتكلم على بلد فيها امن وامان مقابل منطقة للأسف الشديد تعرضت لضربات موجعة أعادت هذه البلدان الشقيقة عشرات وربما مئات السنين إلى الوراء. والسبب الجوهري هو أن ما فيش استقرار، ما فيش جهاز أمني واضح، ما فيش قوات مسلحة، ما فيش جيش وطني. ده اللي يقدر يشوف هذه الصورة
في المنطقة كلها يقدر يدرك يعني قيمة الأمن. وبالتالي للأسف الشديد لن ندرك لا يدرك قيمة الأمن إلا من فقد هذا الأمن. وبالتأكيد الأمن والاستقرار بيعتبر هو المناخ الآمن والمناخ المناسب لأن يكون هناك أي تقدم اقتصادي وأي بناء وأي تنمية. ولذلك مصر بتخوض معركة لا تقل أهمية ولا تقل دراوة عن معركة مكافحة الإرهاب، وهي معركة البناء والتنمية. دي نقطة في غاية الأهمية، لأنه لو حد عايز يجي يستثمر من بره أو من جوه، لو أنا عايز أنا مصري وعايز أعمل مصنع في منطقة معينة وهذه المنطقة ما فيهاش أمن مش هعمله. الراجل المستثمر اللي جاي من بره وعايز يعمل استثمار، طب ما فيش امن هيروح، هل سمعنا ان في مستثمر هيروح اليمن ربنا يكون في عونهم ويطلعوا من هذه الكبوه، او هيروح ليبيا في هذه الاوقات، او هيروح سوريا؟ في يعني الوضع صعب جدا، ما فيش حد مستثمر اجنبي محلي اقليمي الا العنصر الاساسي نمره واحد الامن، هل في امن ولا لا؟ وبعد كده يدور هل في طاقه، هل في طرق، هل في قوانين تساعده، لكن بدون الامن ما فيش استثمار، ما فيش تقدم، في مشاكل كثيره جدا طول الوقت. أكيد حضرتك شايف أنه في دلوقتي اتباع لسياسة أمنية عصرية تتبع أحدث الوسائل المواكبة لطبعا تقنية التحول الرقمي اللي كل مؤسسات الدولة دلوقتي الحقيقة بتعمل عليها بشكل أساسي. حضرتك شايف إزاي وزارة الداخلية بتتبع هذا يعني هذا النهج الخاص بتطوير كل الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل أيسر وأسرع وأسهل؟ طبعا فيه نهضة كبيرة جدا في هذا المجال في المجتمع كله بأمانة. وزارة الاتصالات عاملة جهد كبير جدا، وبدأت غالبية الوزارات تطبق هذا المفهوم، وشفنا جهد طبعا غير الجزء الخدمات المتمثل في السجل المدني أو الرخص أو حاجات زي كده، وده شيء مهم جدا لراحة الناس. لكن أنا فاكر كويس جدا من كام سنة فيه واحد إرهابي زرع قنبلة قدام مسجد في ميدان الجيزة، هذا الرجل اتمسك في ميدان في أحد شوارع الجانبية في الدرب الأحمر وفجر نفسه بكاميرات، الكاميرات تم تتبعه من اول محط القنبله لحد ما وصل بيته في الدرب الاحمر، وهو نزل اتعرف. ده التحول الرقمي، ان انا عندي كاميرات موجوده في كل الشارع، سهلت على رجال الشرطه وعلى المجتمع كله ان انت بتحل عديد من الالغاز، كم من جرائم كتيره جدا جدا البطل الرئيسي فيها دلوقتي هو التحول الرقمي، سواء كاميرا سواء تليفون سواء بصمه صوت، بقي سهل جدا التقدم. هذا التقدم التكنولوجي سهل كثيرا جدا من مهمه رجال الامن، وخلانا نقدر نبقى اكثر امانا واستقرارا. الحقيقة برضو يعني من ضمن ما تقدمه وزارة الداخلية هي الاعتماد على إعلاء قيم حقوق الإنسان. بتأكيد رسالة الأمن الشامل يعني لكي تكتمل لابد أن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان، وده اللي إحنا شايفينه بشكل خاص في منظومة السجون، تقديم الرعاية الطبية، الرعاية الصحية، الاجتماعية، المهنية، التعليمية، علشان يخرج النزيل بعد ما يقضي طبعا مدة عقوبته إنسان يقدر أنه هو ينخرط في داخل المجتمع. رؤيتك لهذا الأمر أيضا أستاذ عماد؟ أنا كان من حسن حظ أن أنا زرت مجمع تأهيل بتاع وادي النطرون، حاجة كانت على أعلى مستوى، ورجعت كتبت أكثر من مقال ما شاهدته، وأنا أتحدث عن ما شاهدته مش عن الانطباعات أو عن الرؤى أو عن حد قال لي. شفت حاجة على أعلى مستوى من أول أماكن إقامة النزلاء، المطاعم، مكتبات، أماكن الزيارة، أماكن التريض، حاجات في أعلى مستوى. يومها سألت أكثر من مسؤول كانوا معانا على يعني ما يصار عن انتهاكات لحقوق الإنسان، يعني الناس قالوا لي ببساطة إحنا هنا في هذا المكان المجمع ما بنفرقش بين، ما عنديش فرق بين النزيل المسجون ده والمسجون ده، هو نزيل، هو الفيصل بالنسبة لي هو أن يحترم لوائح السجن والقانون، وبالتالي تنتهي مدة محكوميته فيخرج، فمش من مصلحتي انه يبقى فيه اي اخطاء. طبعا نتمنى لو في اخطاء فرديه يتم علاجها اول باول وبسرعه حتى لا تسيء الى الصوره العامه الكبيره اللي موجوده عندنا ان شاء الله. سؤالي الاخير لحضرتك استاذ عماد، كيف تنظر الى مدى التناغم والتنسيق بين كل مؤسسات الدوله، وذلك من اجل تحقيق الاستقرار لهذا الوطن؟ بمعنى ادق انه يكون في مناطق سكنيه متطوره، تطوير كل الاماكن الخطره غير الامنه اللي كانت هي سبب من الاسباب الرئيسيه لانتشار الجريمه اللي تم السيطره عليها بشكل كبير جدا من قبل وزاره الداخليه ورجال الشرطه المصريه. كيف تنظر الى هذا التناغم بين كل مؤسسات الدوله ومن بينها طبعا وزاره الداخليه؟
طبعا موجود، يعني يمكن الشعور به بوضوح، لانه في ورشه عمل كبيره شغاله في البلد في اكثر من مجال، من اول الطرق للكباري للكهرباء للداخليه لمقاومه الارهاب لحياه كريمه. حياه كريمه ما هي حاصل جمع كل الجهات والوزارات، وبدون هذا التنسيق. انا طبعا عندنا احنا مشكله قديمه في مصر وهي المحليات، كان فيها مشكله كبيره اللي هو غياب التنسيق. انا اظن ان احنا بدانا نحل هذه المشكله، لانه بدون تنسيق حقيقي كثير من المبادرات كثير من الافكار للاسف الشديد قد تتعرض للتعثر. النقطه الجوهريه كمان انه ان شاء الله انه نتمكن من التغلب، لانه في مشكله عالميه اسمها ارتفاع الاسعار، في ارتفاع اسعار البترول، مشكله ضعف الامدادات وشبكات اللوجستيات كلها، كل ده بيأثر على المستقبل فيما يتعلق بشعوب كتيرة جدا. أتمنى احنا نقدر نتغلب عنه بسهولة إن شاء الله لما فيه مصلحة المصريين جميعا. أشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك، وكل سنة وكل المصريين دايما يا رب طيبين في أمن وأمان واستقرار. شكرا لك يا فندم، صباح الخير.